نعم، بعد أن أعلنتم النتائج بدأت الجموع تتساءل هذه المرة عن تحقيقكم لأرباح تشغيلية بشكل جيد جدا. ما هي الأسباب التي وقفت مع الاستيسي حتى تسعى إلى هذا النمو ووصلت إلى هذا الحد فيه؟ طبعا خلال السنة الماضية أو السنة ونص الماضية كان في جهد كبير لإجراء نقلة نوعية في أعمال شركة الاستيسي في جوانب مختلفة، سواء كيف نشتري، كيف نعين المسؤولين، كيف نحفز الموظفين بجميع الجوانب، كيف نبيع وكيف نركز بشكل كبير على العملاء وعلى خدمة العملاء وتجربة العملاء. فكان هذه جهد كبير جدا، وهذا الحمد لله يعني أثمر بشكل كبير. يعني الآن عندنا قاعدة المشتركين لدى الاستيسي في السوق السعودي، نسبة تواجدكم في السوق واتساعها كم تقريبا؟ هي طبعا قاعدة المشتركين بتغير باستمرار، في حركة بين المشغلين، لكن حصة الإيراد من السوق الآن في عام 2014 حوالي 64%، وهذه زادت من 60% في عام 2013، وهذه تعكس الجهود الكبيرة اللي النقلة النوعية قاعد نشتغل عليها، ولا يزال الجهد مستمر إن شاء الله. نعم، نتحدث عن المنافسة وإن كانت بنسب صغيرة في السوق السعودي، ونتحدث عن عراب الاتصالات في السوق السعودي الاستيسي. ما الذي تعتقدون أنه ربما يهدد ربحية الشركة أكثر من أن توسعوا قاعدة المشتركين؟ هو مدى تطوركم تكنولوجيا فقط؟ وطبعا من أهم التحديات اللي تواجهها شركات الاتصالات خاصة في السعودية هو سرعة نمو الطلب على الديتا، على البيانات. شيء مذهل جدا، يعني بين سنة وسنة، العام السنة الماضية عن الأول اللي قبلها أكثر من 3 أضعاف. طبعا هذه تتطلب استثمارات ضخمة جدا بالكابكس، بالاستثمارات الرأسمالية، وهذه طبعا لما توسع فيها ينتج عنها طبعا تكاليف تشغيلية في السنوات القادمة. توسع جغرافيا ولا التوسع كإمكانات تقصد؟ يعني لا، تنتقلوا إلى جيل أفضل، جيل رابع مثلا، هذا التوسع يعني الأفقي أم نتحدث عن توسع رأسي؟ لا، التوسع الجغرافي تقريبا مغطين كل أنحاء المملكة الحمد لله، لكن توسع تكنولوجي تقصد؟ تكنولوجي، وكل ما زادت الطلب على البيانات كل ما طلبنا نستثمر أكثر. ومهم جدا يكون فيه بالنهاية تنسيق إيجابي. إحنا عندنا منافسة حادة بين شركة الاتصالات وشركات المنافسة، ويعني يجب لا نستهين بشركات منافسة قوية وجيدة، قد يكون عندها يعني عثرات معينة في مرحلة معينة، لكن هي شركة يعني منافسة جيدة، وكل ما تحسن المنافسة، كل ما احتدت المنافسة، كل ما أبدع الجميع. نعم، كل ما جميل. أبدع الجميع طبعا. طب شركائكم الرئيسيين من العالم، يعني من الشركات العالمية فيما يتعلق بتزويدكم، مزودينكم فيما يتعلق بنطاق العريض وغيرهم، نعلم أن الصين تكتسح الأسواق، ولا أدري إذا كانت شركة واوي أيضا من الشركاء الرئيسيين لديكم. طبعا احنا يعني بنركز على خدمه العميل وعلى تنفيذ او يعني افضل شبكه، وهي فعلا افضل شبكه في المنطقه الشرق الاوسط، ونتعاون وعندنا شراكات مع الشركات العالميه. عندنا شركه هواوي مثلا الصينيه، عندنا شركه اريكسون وشركه نوكيا الفنلنديه، هي الثلاث شركات هي اللي تؤمن لنا، وعشان يعني نخلق جو المنافسه، ما تبغى تكون في شركه معينه تستوحد بالجهد يعني. نعم، حدثنا بالأرقام هذه المرة ولغتنا في CNBC عربية عن حجم استثماراتكم القادمة، سواء إما من تحسين نوعية الخدمات أو التوسع خارجا. أنتم متواجدون الآن فقط في السوق التركي، في الكويت مؤخرا فيفا الكويت والبحرين، ولكن أين هي وجهتكم القادمة؟ طبعا فيما يتعلق بشركات الاتصالات، اتخاذ يعني في قرار استراتيجي من الشركه انه ما نبادر بالبحث عن استثمار في مجال خدمات الاتصالات. احنا الان بنركز الان النمو اللي نشوفه المملكه، خاصه اولا المملكه سوقها كبير جدا وضخم، وخاصه في مجال الاعمال. نعم، يعني في القطاع الحكومي وقطاع الشركات بتقنيه المعلومات، هذا مجال ضخم جدا وفي توسع جيد. فاحنا الان قاعد نركز بشكل كبير على تعزيز مقدراتنا والشركات. كم رصدتم من أموال باعتقادك؟ أنت تقول إنه رأس المال تحتاج للتوسع أن تسحب من رأس المال، هل هذا يعني أنكم تحتاجون إلى إنفاق المزيد لمشاريع القادمة؟ لا، هو طبعا هو كل مشروع، يعني كل جهة نعمل معها، سواء في المدن الذكية أو في قطاعات الصحية أو التعليم بصفة رئيسية أو قطاعات الأمنية، ف
فكل مشروع يتطلب حد يعني ليقود الاستثمار هو المشاريع نفسها. هل ستتوسعون ماديا؟ خبرنا، أعطينا رقم الحقيقة عن حجم استثماركم هذا العام، كم رصدتم لل 2015؟ يعني إذا نتحدث عن موازنة الدول لا تتأثر بتراجع أسعار النفط، مستمرة في إنفاقها الحكومة. نعم، أنتم نعم. مستمرون في إنفاقكم أيضا. حنا طبعا يعني أكبر إنفاق رأس مالي عندنا في مجال الفايبر والوايرلس، يعني الآن في مجال الفايبر خاصة اللي هي الـ FTTH الفايبر للبيوت أو الفايبر للقطاعات الأعمال، يعني أكبر تحدي الآن عندنا ما هو حجم الاستثمارات اللي نرصدها رأسمالية، أكبر مشكلة أمامنا هي أنه يكون في مقاولين قادرين على تنفيذ المشاريع اللي عندنا. يعني الآن الفلوس موجودة لكن نريد من يستطيع أن يوظفها بالشكل الصحيح. هذه هي الإشكالية اللي هي عدم وجود مقاولين بالمقدرة الكافية لتعجل تنفيذ. وهذا يمكن يعكس حجم المشاريع اللي في المملكة موجودة في مختلف القطاعات. فإحنا الآن قاعدين يعني نركز على اختيار أفضل الشركات العالمية اللي تتنفذ، ونسوي مع شراكة استراتيجية نعطيهم رؤية عن مشاريعنا وعن مزينياتنا عشان يستثمروا أكثر وينفذون بسرعة إن شاء الله. من يتابعنا الآن ربما هو من يهتم في قطاع الاتصالات، لكن الشريحة الأكبر هم من يشتروا أو لديهم ولاء على سهم الاتصالات السعودية وهو سهم قيادي في السوق السعودي. لا أتحدث عن نشاطه كسهم، أتحدث عن مستقبل حامل السهم. هل تعدون بتوزيعات جيدة؟ هل مستقبل الشركة أيضا يعد بأنه ترتفع لديها القيمة السوقية؟ طبعا يعني أنا ما أود يعني أعلق على قيمة السهم. السهم طبعا لكن لا لكن أتحدث لكن السوق تمر بفترات صعود وهبوط. أتحدث عن توزيعات. اللي أقوله بكل ثقة، أولا إن إحنا الآن السنة الماضية صار في نقلة نوعية وشغل، الآن النقلة النوعية مستمرة في خلال السنة الجاية، فأنا أقولها بكل ثقة إن شاء الله القادم أفضل فيما يتعلق بأداء شركة الاتصالات السعودية. يعني احتفظوا بالسهم. طبعا هذه ولا نحن نقول إنها توصية، ولكن أنت تعد والتوزيعات قادمة جيدة. توزيعات الحمد لله جيدة. الآن وزعنا في 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 الربع الثالث الرابع يعني ثلاث يعني خمسة يعني ريال لربع في الربع الأول وريال في كل أربع السابقة، يعني حاجة جميلة جدا والعائد جيد عام. والحمد لله وضع الشركة صارت ماليا جيد، ونتطلع إلى إجراء شراكات وقد يكون استحواذات في مجالات تخدم الـ STC فيما يتعلق بمجال تقنية المعلومات. نعم. في توسع إن شاء الله جيد.